رفع الاستثمار في قطاع المحروقات لعشرة ملايين دولار أفاق 2023 وتثمين الموارد الطبيعية بغية تقليص فاتورة الاستيراد هي أبرز الإصلاحات التي بشرتها الحكومة في إطار مخطط عملها لتطوير القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي. ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30% حالياً إلى 50% في سنة 2022، إضافة إلى استغلال الثروة المنجمية. هذه الثروة التي عانت من عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بها بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد. وأشير هنا إلى مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 21 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 23. تدابير جديدة متعلقة بالشبكة البنكية والتأمينات ستدخل حيز التنفيذ بهدف ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي وتحسين حوكمته بإصلاح شامل وعصرانة النظام البنكي والمالي. تكثيف شبكة البنوك والتأمينات وفتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية عمومية وخاصة ب30 وكالة كل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5% في كل سنة، كما ستعمل على توفير أكثر من 16 مليون بطاقة ما بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية، والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024. لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة، التزم الوزير الأول بتجسيد مخطط وجهة الجزائر من خلال دعم عمل الوكالات السياحية وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للسياح الأجانب.